اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا سيدي يا رسول الله. عصير جرجير، عصير جرجير جرجير، فل الشعر حريري، البشرة نعمة وحريري جرجير. اللهم صل وسلم وبارك نعلم الناس الخير، نصلى على رسول الله في البداية ثم النهاية، ونشوف الحكاية والرواية. ايه الحكاية والرواية المذكورة؟ شوف لمس السن الكبير او صغير نراعيه حق المرعاة. الشاعر معرفش ياكل الحاجة الجامدة قوي، يعني الاهل صح يضربها في الخلاط، سواء رز او لحمة او مفيد المعنى. نستعمل حاجة كده عشان نسيب على
سكر. السلام لحم ورز بسم الله الرحمن الرحيم. أدري ما حد مشروبات حلو الأول أكل عصير لحمة وأرز وعصير نفيس جدا عصير الجرجير في زيت الجرجير لشعر البشرة فيديوهات كثيرة وهذا مشروب دافي حلو عشان الشتاء برشا كمان. أدري ما حد هذا كادر يمكن